أهلا بكم في حلقة اليوم. نناقش أبعاد ودلالات الحكم الصادر في الجزائر بسجن لخمس سنوات على الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر أيت وعرابي القائد السابق لمكافحة الإرهاب بالمخابرات الجزائرية. وقد أثار الحكم جدلا سياسيا وقانونيا وردود أفعال مفاجئة ومتفاجئة أعطت انطباعا مدهشا أن الحكم على الجنرال حسان سابقة واستثناء في تاريخ المحاكمات في الجزائر. وذهب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار مثلا الذي حدث ما حدث في عهده خاصة بعد انقلاب 92 ذهب إلى اعتبار الحكم جريمة قضائية. قبل أن نبدأ النقاش نتابع تقرير التالي. والشيء اللي رانا نتوقعه أن يكون فيه نتائج مرضية اللي ترضي الجميع وخاصة شرف العدالة العسكرية والعدالة الجزائرية. كان هذا تصريح من محامي عبد القادر أيت وعرابي المدعو الجنرال حسان القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب والجوسسة بدائرة الاستعلام والأمن أمام المحكمة العسكرية بوهران، والذي حكم عليه بخمس سنوات سجن نافذة بتهمة مخالفة التعليمات وإتلاف ملفات عسكرية. المحاكمة انطلقت في جلسة مغلقة وبدون حضور الإعلام وسط تعزيزات أمنية على مستوى كافة المسالك المؤدية إلى المحكمة حسب شهود عيان. خمس سنوات سجنا نافذة عقوبة قاسية، قال محاميه مقران آيت العربي بعد صدور الحكم. الجنرال حسان كان على رأس سكوارت جهاز مكافحة الإرهاب التابع للديراس لأكثر من 20 سنة، مرؤوسا من قبل مديره الجنرال توفيق، ويتلقى أوامره منه مباشرة ويرسل إليه مختلف التقارير قبل أن يحال على التقاعد أواخر عام 2013 بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السنة التي شهدت بداية الصراع الخفي بين الرئاسة وجهاز الديراس انتهت بإقالة رئيسه الذي كان يتربع على عرش الديراس أو الدولة العميقة لربع قرن. يتساءل محللون لماذا لم توجه هذه التهم إلى الجنرال توفيق مباشرة. توفيق صانع الرؤساء لم يحضر محاكمة الجنرال حسان كشاهد رغم الطلب الذي أودعه محامي المتهم مقران آيت العربي. من يقف وراء اعتقال الجنرال حسان ومحاكمته؟ هل هي رسائل موجهة لجنرالات آخرين تابعين لجهاز الديراس؟ ما هو الدور الذي أداه الجنرال حسان في المأساة الوطنية في التسعينات؟ وما مدى تورطه في المجازر الجماعية؟ يتساءل أهالي المختطفين. هل هي تصفية حسابات بين أقطاب في هرم السلطة أثارتها فضائح الفساد بدءا بسونطراك إلى الطريق السيار المتهم فيها سياسيون ومسؤولون جزائريون محسوبون على الرئيس؟ حكم فجر قنبلة سياسية تعددت فيها ردود الفعل بين من وصفه بالجريمة القضائية التي تأتي في سياق صراع على السلطة مطالبا القاضي الأول في البلاد بالتدخل، ومن أشار إلى أن القضاء العسكري استعان بمهرب كبير كشاهد ضد المتهم. بل وهناك من قال إن القضية يكتنفها كثير من الغموض متحدثا عن نوايا خفية وتوظيفات للقضية. فيما يتساءل المجتمع المدني، أليس من حق المواطن الجزائري أن يعرف تفاصيل هذه القضية وأبعادها وما تخفيه من أسرار لم يفصح عنها بعد، بدلا من الاستمرار في الضبابية؟ تقرير نبيل علي لكحل لمناقشة هذا الموضوع. معنا بداية عبر خدمة سكايب من الجزائر عدلان زيناي المحامي قاضي العسكري السابق. عدلان زيناي، ما قراءتك تعليقك على هذا الحكم على الجنرال حسن؟ مساء الخير جمال، أرجو أن صوتي يصلكم جيدا. نسمعك بشكل واضح. نعم أوكي. فيما يخص قضية الجنرال حسن، يعني أنا بديت موقفي ليام تعرهن وضعه في الحبس المؤقت بالسجن العسكري بالبوليدة. هو أي جزائري ما هو لا تحت القانون لا فوق القانون، ما كانش لي ما يقدرش ما يتقدمش أمام العدالة.
مدنية كانت أو عسكرية. يعني الولايات المتحدة أكبر يعني ضابط عنده ديكوراسيون كانت تذكر أوليفر نور في قضية إيران كونترا إيران جيت، ومع ذلك لم تمت المحاكمة تاعو، ولكن هنا يبدو لي توقف المقارنة، لأنه فيما يخص المحاكمة يعني جلسة المحاكمة بذاتها أمام المحكمة العسكرية الدائمة في وهران، أنا نقول ما حضرتهاش، ولكن مبدئيا ما مشاتش يعني بصفة مثالية، هذا مفروغ منه، لأنه الجزائر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، موقعة عليه في 89 ومصادقة عليه في 89، وهو اسمه من القانون الجزائري، يعني راه سامع القانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية، فهو أولى بالتطبيق، يعني يقول أنه أي متهم له الحق باه يحضروا له شهود النفي بنفس الظروف والمواصفات اللي تجيب بها جهة الإدعاء شهود الإثبات. فيما أعلم محاميه على الأقل أستاذ مقرر آية العربي راهو طلب وأودع الطلب في غضون مدة 8 أيام باه يجيبوا رئيسه المباشر الجنرال محمد مدين مدعو التوفيق، قبل هذا الطلب بالرفض. يبدو لي لهنا المحاكمة تاعو ما كما يقول على فريانكو، يعني لا ضيمة في ذلك، خاصة أن الرجل أصبح هو الآخر على التقاعد، يعني في زوج متقاعدين، يجي يحضر وراه ماهوش يعني ضابط عادي ولا قال رقيب ولا عريف تاع الأمن العسكري، عمل شيء وجا يحكمه، هذا راه من أقرب المقربين للجنرال مدين، وماهوش في كل ست شهور ولا عام راح تجي محاكمة من هذا النوع. لذلك يبدو لي كانت تكون عندها المحاكمة صدقية ومصداقية، وتكون فرصة يعني حتى المواطن الجزائري تكون عنده ثقة في العدالة تاعو، والحكم تكون عنده مصداقية أكثر، قال راهم شو كاين توازن بين شهود الادعاء شهود الإثبات وشهود النفي، يعني في تقديري أبخس يعني حقه في هذه النقطة، كان من الأولى يعني يحضروا له طلب شاهد يجيبوه له باش تجري المحاكمة عديدة. باقي كيفاه جرات المحاكمة وأطوارها ما حضرتش للأسف. مقرن آية العربي يقول بأنه تم جلب شاهد مهرب معروف. نعم يقول يعني حتى صدرت أوامر بالقبض في حقه من قبل، يعني كان مبحوث عنه بالعدالة، لا 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 أعلم ذلك. شيء آخر فيما يخص الجلسة العلنية والجلسة السرية، كان من الأولى يعني كما قلت لك جمال من قبل قضية أوليفر نورث يعني كانت وإيران جيت تمس بصميم الأمن القومي الأمريكي والإيراني والعالمي، ومع ذلك كانت الجلسة علنية وبالكاميرات. هل خسرت الولايات المتحدة شيء؟ راهي الآن يوم توجور دولة قوية، يعني بالعكس زادتها قوة، وعرفت الشعب الأمريكي طالع على أمور كان لازم يطالع عليها، ولكن ليست القضية حساسة يعني لهذا. راني شايك جمال، هناك تدابير، يعني إذا كانت القضية تمس بالنظام العام أو الأداب العامة من حق القاضي أنه يجعل الجلسة مغلقة أو يكلو، ولكن عند التصريح بالحكم بعد انتهاء مرافعات وبعد المداولة توجب قانونا على السيد رئيس المحكمة العسكرية أن يصدر الحكم في جلسة علنية، هذا يعني منوه عليه بصفة صريحة واضحة في قانون القضاء العسكري وفي قانون الإجراءات الجزائية اللي حيل عليها قانون القضاء العسكري، حيل على المواد 285 وما بعدها، يعني طيب كامل تسريع على محكمة الجنايات. طيب تعليق الاعتبار مثلا خالد نزار الحكم جريمة قضائية وكأنه سابقة في تاريخ الجزائر، يعني كان تاريخ المحاكمات فعلا عادلة في الجزائر، القاعدة هي المحاكمات العادلة والاستثناء الجنرال حسن، ما رأيك فيه؟ والله فيما يخص النقطة هذه وما يخص يعني الجنرال خالد نزار، يعني دولي آخر من يحق له أن يتحدث فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية والمحاكمات العادلة وقف التعسف
مساواه الجزائر امام القضاء، اخر من يحق له ان يتحدث في هذا السياق هو الجنرال نزار، لانه كان في وقت من الاوقات على راس الدوله الجزائريه بصفه فعليه، وكان وزير دفاع بصفه فعل قانونيه، ومع ذلك لم نشهد في وقته محاكمات عادله، والمقام يعني ما يسمحش يعني نتحدث له حتى في قضايا بعينها. طيب ربما ناتي اليها اذا اردت ان تذكر نماذج، ربما بالعكس نتعلم للتاريخ، يعني يتعلم الجزائريون مثل هذه القضايا، وانت تعرف هذه القضايا. ابقى معنا عدلان زناي، ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر محمد بغالي، رئيس تحرير صحيفه الخبر. استاذ محمد بغالي، وصفتم اليوم الحكم الصادر في حق الجنرال حسان بانه تسونامي سياسيا. تسونامي فعلا، ام انه في النهايه يعني ان كانت هناك دلاله تاكيد على وضع جديد ليس فيه الجنرال توفيق، والجنرال حسان محسوب على الجنرال توفيق، هناك موازين قوى جديده هي التي تعبر عن هذا الحكم بسجن الجنرال حسان؟ نحن عندما تحدثنا عن تسونامي سياسي كنا نقصد ردود، حيث ان ردود الفعل مست كل الطبقه السياسيه تقريبا، مست لتينور يعني مست الفاعلون في الطبقه السياسيه، اخرجت جنرال خالد نزار عن صمته. هذا لا يمكن ان يوصف الا بتسونامي، حيث انه كما قلتم الجنرال حسان لم يكن شخصيه عاديه، كان مكلفا باهم واخطر وادق ملف امني في الجزائر اللي هو ملف مكافحه الارهاب والتجسس، كان من اقرب المقربين الى الجنرال محمد مدين، وانتم تعرفون بان الطبقه السياسيه في الجزائر هندسيا او جغرافيا تحسب بمدى قربها، او كانت تحسب وربما لا زالت لست ادري بمدى قربها من الجنرال توفيق ومدى بعدها. اذا قرارا بسجن شخصيه بهذه الثقل مقربه من شخصيه بثقل جنرال توفيق لا يمكن ان يحدث الا تسونامي داخل الطبقه السياسيه في الجزائر. طيب هل المقصود هو بالحكم الجنرال توفيق اساسا استاذ محمد في اعتقاد؟ اكيد 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 جدا. انا كما قلت الجنرال حسان اهميته من منطلقين، من منطلق انه كان ولسنوات طويله مسؤولا على اهم وادق واخطر ملف لدى الاجهزه الامنيه الجزائريه اللي هو ملف مكافحه الارهاب، بالاضافه الى انه كان من الشخصيات العسكريه الاكثر قربا من الجنرال توفيق بحكم المهام التي كان يمارسها، وبالتالي التعاطي مع هذا الموضوع فيه شق سياسي لا يجب ان يهمل، وتاثيراته وارتداداته لا يمكن الا ان تكون كبيره على الطبقه السياسيه الجزائريه جمعاء. لويزا حنون تقول بان هناك اليوم تنقل عنها التونسي والجيري ان هناك سلطه ونظام موازي هو الذي املى هذا الحكم السياسي ضد الجنرال حسان، وانها التقت الرئيس بوتفليقه في 2014 قبل الانتخابات الرئاسيه وقال لها بانه وصف الجنرال حسان بانه وطني، وانه لم يرتكب اي ذنب، وان القضيه سيتم لافير اي تي كلاسي، او ان القضيه سيتم طيها. ما رايك؟ اولا هذا الراي، هذا الموقف انتجته السيده لويزا حنون منذ الايام الاولى لحبس جنرال حسان، يعني هو ليس موقفا جديدا، وهو ليس موقفها وحدها عفوا، في العديد من المرات كان اخرها امس انتج السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات نفس الموقف، هو يشكك في شفافية الموضوع ويشكك في حيادية الموضوع ويعطي للموضوع كله ترجمة وقراءة سياسية. في المقابل هناك داخل الطبقة السياسية في الجزائر من يقول بأن تمارس العدالة استقلاليتها في الموضوع، جنرالة الجيش ليسوا منزهون وليسوا ولا ويجب أن تطالهم يد العدالة عندما
يتوجب ذلك. اعني بهذا الموقف السيد عمار سعيدات مثلا الامين العام لحزب التحرير الوطني. اذا المواقف من سجن الجنرال حسان ايضا يجب ان نقراها من خلال الهندسه التي تحدثت عليها عنها من قبل، مدى القرب من الجنرال توفيق ومدى البعد من جنرال توفيق من خلال المواقف التي شهدناها امس حول الحكم ضد الجنرال حسان. يمكن ان نقرا من كان قريبا من الجنرال توفيق ومن كان بعيدا عنه. طيب، ولافت ايضا كاعلامي استاذ محمد بغالي، قراءتك لتناول كذلك قطاع من الصحافه الجزائريه، لا حتى سي او، وايضا خالد نزار وبعض السياسيين الذين اعتبروا كانه سكوندال فعلا انه ادانه والحكم بخمس سنوات على الجنرال حسان، وكانه سابقه استثناء في تاريخ العداله الجزائريه والمحاكمات العادله، اليس غريبا فعلا؟ اذا كنت تقصد بانه ليست اول مره يعني يحاكم فيها ضابط ثاني بهذا المستوى في الجيش الجزائري، انت محق. يعني الجزائر شهدت محاكمه العقيد شعباني مثلا، وشهدت محاكمه جنرال بلوصيف الذي الناس ربما ما تذكرش بلوصيف، في وقت ما في وقت شد بن جديد كان اقوى رجل في المؤسسه العسكريه، كان الامين العام لوزاره الدفاع، كان اول جنرال في الجيش الجزائري وحكم ودخل السجن. اذا ليست المره الاولى التي يستعمل فيها القضاء بين قوسين طبعا كما يقول بعض السياسيين في تصفيه الحسابات مع بعض الجهات في المؤسسه العسكريه. انا كاعلامي يجب ان اقف في الحياد، يجب ان اكون موضوعيا، لكنني اسجل بعض الملاحظات. اعتقد بانه الذي ساهم في تأجيج التوصيف السياسي لهذه المحاكمه هو طريقه التعاطي مع الموضوع اصلا. يعني لحد الان انا اتساءل لماذا لم يخرج وكيل الجمهوريه ليخبر الراي العام بتفاصيل هذه القضيه مثلا. يعني نقاط الظل التي احيطت بهذه القضيه منذ البدايه ربما سمحت لبعض الناس بان يشككوا في حياد هذه المحاكمه وفي موضوعيتها. شكرا جزيلا لك محمد بغالي، رئيس تحرير صحيفه الخبر. اعود اليك عدلان زيناني، عندما تقول لويزا حنون بانه هو هناك سلطة وحكم موازي ونظام موازي هو الذي أملى الحكم سياسي على الجنرال حسان، خالد نزار يقول أنها جريمة سياسية، تقول أنه جريمة قضائية، يعني تقول بأن هناك شواهد بالعكس، يعني تنسف ما يقوله نزار الذي يبدو متفاجئ ويدين ما حدث للجنرال حسان، مع أنه في وقته وفي وقت ربما حتى الجنرال حسان والجنرال توفيق حدث ما حدث من تجاوزات قضائية، ليس كذلك؟ نعم جمال، شوف هو في وقتهما ما لا أريد أن أدخل في شيء اللي ما نحس ساكن ما تكفيهش لساعات، نقول فقط للسيد نزار والسيدة حلول، هل أنتم على علم واش كان يصرى في الحجز عند النظر؟ يعني قبل ما يقدم الناس للعدالة كيكونوا تحت إمارة دائرة الاستعلام والأمن، هل هما على علم مش كان يصرع؟ يبدو لي سؤال يغني عن الجواب. نقطة أخرى فيما يخص السيدة ميزة حنون، يعني شفناها من أول يوم الذي اعتقل فيه الجنرال حسان كان عندها موقف يعني واضح بالمناسبة، يعني لا يجوز محاكمة أو توجيه الاتهام إلى السيد عبد القادر أيت عرابي، هذا هو موقفها بغض النظر في الموضوع واش كان في الملف، يعني ما عندوش حق. هي تصفه حتى بأنه أيقونة وبطل مكافحة الإرهاب.
عدلان زناي أرجو أنك تسمعني. لا يبدو أن عدلان زناي يسمعني، سيحاول الزملاء العودة إليه. ينضم إلينا الآن في النقاش عبر الهاتف من الجزائر مصطفى غزال، المتحدث باسم عائلات السجناء السياسيين. مصطفى غزال، طبعا خالد نزار يعتبر الحكم على جنرال حسن جريمة قضائية، لويزا حنون سكونداليزي، صحف مثل صحيفة الوطن تتحدث عن هذا السكوندال كذلك في الحكم على الجنرال حسن. ولكن هناك يعني أنت تحدثت كم من مرة معنا عن قضايا جزائريين ما زالوا في السجن، تقول بأنهم لم يحاكموا محاكمات عادلة، وبينهم عسكريين ليس كذلك. لو وضعتنا في صورة حالات يعني للمقارنة من هؤلاء الذين تتحدث باسم عائلاتهم مصطفى غزال. أهلا وسهلا. فعلا تأسف قاضي النزار على هذا الحكم القاسي الذي صدر في حق جنرال حسن. ويبدو أن ليس فقط جنرال خالد نزار هو الذي تفاجأ من هذا الحكم، كثير من الحقوقيين كذلك تعاطفوا مع هذا الشخص وقالوا بأنه فعلا حكم قاسي جدا. ويبدو أن الموضوع يعني الذي حكم من أجله جنرال حسان هو قضية كبيرة جدا، إذا كانت فعلا تصدر من شخص في هرم الجيش وهرم الأمن العسكري ويثبت في حقه تكوين جماعة مسلحة وحجازة أسلحة نارية وعدم امتثاله الأوامر العسكرية، تهم الحقيقة تهم كبيرة جدا في حق شخص في مستواه. طيب، ولكن ليست التهم هي عدم الامتثال إلى الأوامر ويعني تحطيم أو الوثائق، وليس هناك يعني تم في كانت هذا في البداية، ثم بعد ذلك تم إلغاء ذلك تكوين عصابة أشرار وغيرها. ولكن أنا أريد أن أصل إلى 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 كلمة معينة. نعم، تفضل. أنه هذه الأحكام الحقيقة يبدو أنها وقع هناك توافق في على مستوى هرم السلطة من أجل إصدار أدنى حكم يمكن إصداره في مثل هذه التهم، لأنه لو صدر الحكم البراءة في حق جنرال حسان لكان الأمر بين للرأي عن أنه توافق سياسي أو توافق في صراعات هرم السلطة وتم التوصل إلى حل نهائي. ولكن 5 سنوات بنظري هي أدنى حكم يمكن إصداره في مثل هذه التهم. وبالمقابل يقولون بأن جنرال حسن شخص قدم للوطن خدمات جليلة وبالتالي لا ينبغي محاكمة هذا الشخص. فنقول له أنه هناك كثير العشرات إن لم أقل المئات من العسكريين الذين قدموا شبابهم كذلك للخدمة الوطنية ولخدمة الوطن وخدمة البلاد حكموا بنفس التهم في المحاكم العسكرية، ولكن لم تثبت في حقهم التهم التي وجهت إليهم وصدرت في حقهم أقصى العقوبات وهي الإعدام والمؤبد. وليس فقط العسكريين، حتى المدنيين لم يسلموا. طيب، أعطينا نماذج من العائلات التي تتحدث باسمها، لنضع ربما المدنيين جانبا ونتحدث عن عسكريين حكموا والآن ما زالوا، أنت تقول ما زالوا في السجن ولم يتم العفو عنهم. أعطيك مثال على ذلك، السيد محمد ورنيق هو عسكري تهمته هي حيازة قطعة من بندقية عسكرية، حيازة قطعة في جيبه ووجدت في جيبه في حاجز أمني، حكم عليه بالمؤبد وهو لحد الآن من سنة 1992 إلى يومنا هذا في 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 في, 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 في السجن، وهو من مدينة الأغواط
وكذلك السيد الدكتور الطبيب سايح العيد مدني حكم عليه بالإعدام، وهو مدني وحكم عليه بالإعدام في سنة 1991 وما زال في السجن إلى يومنا هذا. حكم عليه في محاكم عسكرية، وكل جميع واد سوف يعرفون هذا الشخص وتقديم خدماته التي أسدها المجتمع الجزائري. هؤلاء كذلك جزائريون ومن حقهم أنهم تصدر في حقهم أحكام مخدرة مثل التي صدرت في الجنرال حسان. ونقول بأن السلطة وجدت نفسها وجها لوجه أمام رداءة قوانين العسكرية التي لم تتغير منذ سنة 1971. كل الدساتير تغيرت إلا القانون العسكري. المجتمع تغير، دخل في التعددية السياسية، دخل في قانون المصالحة الوطنية، ولكن قانون العسكري بقي هو جامد، ولهذا لم يستطيعوا إصدار حكم على السيد جنرال حسان أدنى من 5 سنوات وهو خارج عن العفو. حتى أن المحكمة العسكرية لم تكن في إطار المصالحة الوطنية. الذين حكموا في المحاكم العسكرية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وهم كثر ما زالوا لحد الآن في السجون. لم يطبق عليهم قانون الرحمة تاع زروال، ولم يطبق عليهم قانون التوافق أو الوئام المدني وتعبد في الحقه، ولا المصالحة الوطنية الحالية. فهؤلاء الأشخاص نسيوا في السجن وكانت الأحكام وهمية. إذا قلنا بأن تهم 5 سنوات يعني قاسية جدا على السيد جنرال حسان، فعلا هي قاسية، 5 سنوات قاسية جدا، ولكن الناس راهم في الحبس منذ 24 سنة في السجن ولا أحد يلتفت إليهم. هؤلاء جزائريون عسكريون ومدنيون، ماذا تريدون منهم؟ أن يموتوا في السجن؟ فهذه المناسبة، مناسبة محاكمة الجنرال حسان، هي لفتة طيبة للذي حاكموا جنرال حسان وكانوا يبحثون له عن مخرج يصدر حكم أدنى من 5 سنوات في حقه. نقول لهم أنكم أنتم فعلا أنتم الذين حاكمتم الشباب في سنوات التسعينات وأصدرتم في المحاكم العسكرية، أصدرتم في حقهم أحكام غاية في القسوة، ليست قاسية فقط، غاية في القسوة. شباب ضيعتهم حياتهم، لحد الآن هم في السجون منذ 24 سنة ينتظرون لفتة من هذا المجتمع. فماذا نقول نحن إذا كانت هذه التهمة أو هذا الحكم الذي صدر في حق جنرال حسان قاسي جدا ومؤسف؟ فكيف نقول لهؤلاء، العسكريين الذين ليسوا بشر؟ أليسوا جزائريين؟ ماذا نقول لهم؟ شكرا جزيلا لك مصطفى غزال، المتحدث باسم عائلات السجناء السياسيين. عدلان زينة، عندما تستمع هذا الجزائريين يعني حكم عليهم يعني في محاكمات يعني وصفت بغير العادلة، فيما يثير الحكم ب5 سنوات على الجنرال حسن، كل هذا اللغط من بعض القطاع من الإعلام وبعض يعني خالد نزار وغيره، لويزة حنون وغيرها، يعني في مقابل مواطنين جزائريين ربما في تاريخ الجزائر الكثير من المحاكمات غير العادلة حدثت. نعم جمال، والمتدخل اللي سبق يعني أثار نقطة هامة جدا فيما يخص العسكريين الذين أدينوا من طرف المحاكم العسكرية بتهم متصلة بالإرهاب في التسعينات، خاصة يعني في قبل 2000 كي جا قانون المصالحة الوطنية، يعني حتى إرهابيين بشحمهم ولحمهم ومعترفين باللي قتلوا تورطوا في جرائم القتل استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية. قانون المصالحة الوطنية يعني صريح وواضح، اللي ينشط
في إطار جماعة إرهابية وما تورطش في القتل العمد ووضع متفجرات في الأماكن العامة يستفاد من تدابير المصالح الوطنية. كل المدنيين استفادوا منها إلا العسكريين لم يستفد منها ولا أحد الذين حكموا من طرف المحاكم العسكرية. لماذا؟ كان سيدي ما نقولوش ما دارش نسلم جدلا فعلا انتمى أو تولى مهمة، كانت يعني هذه التهمة الشائعة، إما الانتماء أو تولي مهمة في جماعة إرهابية، ها أو تولى مهمة ولا انتمى ومصارف وكذا حكم عليه بالمؤبد ولا بالإعدام ولا بعشرين سنة. لماذا لا يستفادش من المصالح الوطنية زي المدنيين؟ ما كانش نص صريح في قانون المصالح الوطنية يستثنيهم صراحة، قال العسكري لا يستفيدوا من هذه التدابير. يعني حان الوقت، هذا وقت كبير، رانا كاين 24 سنة 23 سنة 22 سنة وهما في السجون العسكرية، يعني بصفة قانونية ماهوش رايحين. أليس كذلك في أليس في وقت إلى جانب هؤلاء، أليس في عهدة خالد نزار بعد الانقلاب؟ ما سمعتك جيد جمال. بعد الانقلاب أليس هناك يعني شواهد موثقة أنه عسكريين يعني لا يعني من مهندسين وربما حتى أطباء يعني لا علاقة لهم وتم فقط سجنهم وتم ربما حتى إخراجهم من المؤسسة العسكرية لشبهات أنهم يصلون وغير ذلك؟ ألم يحدث هذا من تجاوزات قضائية وغيرها؟ حدث يعني، وأنا قلت حتى وإن كان يعني ليست شبهات، أقدم فعلا الفعل وحكم ودين لا يطبق عليه قانون المصالح الوطنية، يعني يفرجوا عليه بشرط شريطة أن يكون موش متورط في القتل وموش متورط في وضع متفجرات في الأماكن العمومية. هذا هو يعني القانون واضح. خالد نزار من الناحية القانونية يقول أنه التهم التي من أجلها حكم على جنرال حسن بسجن 5 سنوات يعني هذه المفروض مخالفة التعليمات العامة للجيش لا تدخل في مجال القضاء يعني وإجراءات تأديبية فقط. يبدو لي الجنرال المتقاعد خالد نزار لم يطلع جيدا على قانون القضاء العسكري، فكاين فيه مادة 324 هي اللي تجرم مخالفة التعليمات العسكرية بنص صريح، وعقوبتها يعني راهي تلحق العامين حبس، وكي تعود في اطار في زمن الحرب او في اطار جماعه مسلحه وبعض الظروف الشديده اللي تلحق حتى 5 سنوات. هذا يعني لا، فيما يخص مخالفه التعليمات العسكريه يستطيع العسكري يعني يمكن ان يحاكم تاديبيا، يسائل بالاحرى تاديبيا، ويستطيع يعني السلطة العسكرية القضائية تستطيع أنه تتبع قضائيا ويحال أمام المحاكم العسكرية بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية طبقا للمادة 324 في قانون القضاء العسكري. طيب خليك معنا أستاذ عدنان لو سمحت، ينضم إلينا الآن في النقاش من الجزائر أستاذ مقران أية العربي محامي الجنرال حسن. أستاذ مقران أية العربي، ردا على الحكم على الجنرال حسن، أصدرت بيانا من العقيد شعباني إلى الجنرال حسان غياب المحاكمة العادلة، هل يعني تضع فيه هل تضع الراحل الشهيد العقيد شعباني مع في مرتبة واحدة مع الجنرال حسان بداية؟ مساء الخير. مساء النور. بداية وقصة تجنب المغالطات، أقول أولا أنني سنة 2003 صرحت وأقرأ ما صرحت به، محاكمة العسكر لعباسي وابن حاج مخالف لحقوق الإنسان. سنة 2002 طالبت بإلغاء المحاكم العسكرية الدائمة في وقت السلم لأنها لا تحترم حقوق الدفاع ولا حقوق الإنسان. الآن جانب آخر، أنا تحدثت عن شعباني والجنرال حسن في عنوان البيان، ولكن المقصود ويكفي أن نقرأ بتمعن أن المقصود ليس المقارنة بين الضابطين ولكن بين محاكمتين، لأن عفوا شعباني حكم في جلسة سرية من طرف محكمة عرفية بوهران
وأصدرت المحكمة بشأنه حكم الإعدام ونفذ بعد ساعتين. بعد 51 سنة المحكمة العسكرية بنفس المدينة تنعقد في جلسة سرية وتصدر حكم ضد ضابط آخر هو الجنرال حسن. ومن ثم حتى نتجنب المغالطات، لا يمكن أبدا أن نقارن بين ضابط جيش التحرير الوطني وضابط الجيش الوطني الشعبي. مهما كانت الظروف فالمقارنة بين محاكمتين، والمقارنة أن من محاكمة شعباني للآن لا توجد محاكمة عادلة، لا على مستوى القضاء العسكري فحسب، بل حتى على مستوى القضاء العادي. جميل، ولكن لماذا بدأ أنه مثلا البعض كأنه يعني استثناء لقاعدة محاكمات عادلة، يعني ردود أفعال خالد نزار وغيرها جريمة قضائية، وكأنه يعني القضاء الجزائري القاعدة فيه هي المحاكمات العادلة وإلا جنرال حسن؟ هل تريد من هذا السؤال أن أعلق مع ما قاله نزار؟ يعني قراءتك، طبعا أنت أستاذ بقرانية العربي، أنت محامي، ولا طبعا حتى مثل ما أشرت أنك تخوض في السياسة كذلك. لا، عندما أتكلم كمحامي لا أخوض في السياسة، واليوم أتحدث عن قضية الجنرال حسن كمحامي، ولا يمكن أن أعلق على تصريحات فلان أو فلان. إن أردت أن تطرح لي أسئلة كمحامي فأنا طيب. مستعد للجواب. جميل، كمحامي الآن قدمتم استئناف فيما يخص القضية، فيما يخص نعم. الحكم؟ نعم، مهما كانت الأحكام، ما دام للمتهم حقوق وما دام لأي متهم حق الطعن أمام المحكمة العليا، فبطبيعة الحال لا بد من الطعن في الحكم. يعني أقول أن هذه القضية أثارت عدة ردود، وكتبت الصحف يعني مقالات كثيرة بناء على مصادر مطلعة بين مزدوجين، وهذه المصادر إما غير مطلعة وإما أن هناك تسريبات غرضها زرع البلبلة. كيف؟ قيل الكثير عن تكوين عصابة مسلحة من طرف الجنرال حسن، هذا جانب. الجانب الثاني عن حيازته لأسلحة، والجنرال حسن لم يتابع إطلاقا لا في البداية ولا في وسط التحقيق ولا في نهايته عن هذه الأمور. هذه الأمور تم زرعها من طرف البعض، من طرف بعض الجماعات، ونشرتها بعض الصحف لا أقل ولا أكثر. كل ما في الأمر أن هناك مخالفة للتعليمات العسكرية كتهمة بغض النظر عن ثبوتها، وهناك تهمة أخرى هي إتلاف وثائق نفس الشيء بغض النظر عن ثبوتها من عدمه. طيب، هل القضية سياسية في اعتقادك؟ في النهاية أنت طلبت الجنرال توفيق شاهدا، ولكن تم رفض الطلب. في المقابل تم استدعاء شاهد مثل ما أشرت في بيانك، مهرب مطلوب حتى من السلطات الجزائرية. القول أن القضية سياسية أو غير سياسية، هذه أعتقد أنها الحلول السهلة والطرق السهلة. لماذا؟ لأن المحاكمة العادلة تقتضي الاستجابة لبعض المقاييس الموجودة في الدستور والمقاييس الدولية. وأحيل فقط إلى المادة 14 من المعاهدة الدولية لحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد الحد الأدنى للمحاكمة العادلة، وهذا الحد الأدنى لم يتوفر في هذه المحاكمة، ولم يتوفر في معظم المحاكمات التي توليت فيها الدفاع. هذا جانب. الجانب الثاني، المحاكمة العادلة تعني مما تعني أن للمتهم أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع، منها من حقه أن يستدعي من يشاء ليشهد لصالحه. والجنرال حسن طلب استدعاء الجنرال توفيق، والعدالة العسكرية رفضت الاستجابة لهذا الطلب. وطلبت أمام المحكمة تأجيل القضية. لماذا؟ لاستدعاء هذا الشاهد الذي يراه الجنرال حسن ضروري لظهور الحقيقة، إلا أن المحكمة لم تتفضل حتى بفصل في الطلب. ومن ثم الحديث عن الجنرال حسن لماذا، أو غياب المحاكمة العادلة بالنسبة إليه لماذا؟ بسيط جدا، إذا كان جنرال في هذا المستوى يتعرض لكل ما تعرض إليه، فماذا يحدث للمواطن البسيط، وماذا يحدث للجندي البسيط، وماذا يحدث لأي إنسان جزائري عندما تكون له مشاكل مع العدالة؟ طيب، أنت فيما يخص الحكم الأقصى، يعني أنت
ما قراءتك ليه؟ 5 سنوات. أولا أن القانون حدد الحد الأقصى ب5 سنوات، والمحكمة نطقت ب5 سنوات، وبالنسبة إلي القضية ليست عدد سنين وليست عدد شهور، وإنما عندما تتوفى المحاكمة العادلة في المحكمة تحكم في إطار ما يسمح به القانون من الحد الأقصى، من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، ولكن المشكل ليس في عدد سنوات، المشكل أن الضمانات وأن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر، ولو نطقت المحكمة بشهر حبس لقلنا أن المحاكمة غير عادلة. طيب هل تتوقعون الاستئناف، أنه يعني أنه يتم إعادة الاستئناف قريبا، وتتوقعون تخفيف الحكم؟ لا، الطعن على مستوى المحكمة العليا، المحكمة العليا لا تخفف ولا تضيف، كل ما في الأمر أنها ستلغي الحكم وستحيل الطاعن على محكمة عسكرية أخرى، وهي التي ستنظر في موضوع القضية من جديد. طيب هل أما التوقعات لا يمكن أن نتوقع، لأن القضية قضية ليست قضية توقعات وإنما قضية ظروف. أذكر فقط بقضية من القضايا التي يعني استقطبت الرأي العام في الجزائر سنة 1995-96، هي قضية إطارات سيدار، ففي ظروف معينة تمت محاكمتهم والحكم عليهم ب10 سنوات، وبعد النقض وبعد الطعن بالنقض ورجوع القضية من المحكمة العليا، نفس الملف، نفس الشهود، نفس تقريبا نفس الدفاع، فأمام نفس المحكمة مع تشكيل آخر أصدرت المحكمة أحكام بالبراءة بأن الظروف السياسية تغيرت. هل أنت تتوقع أن تتغير الظروف السياسية أستاذ مقراني العربي؟ هذا سؤال سياسي سأجيب عنه عندما نتحدث في السياسة. طيب بالقانون، العودة إلى القانون. لا 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 عفوا، لا يمكن أن أتناقل مع نفسي في نفس البيان، قلت من يريد ونحن نحترم ذلك في وراء مهنته. طيب ونحن نحترم ذلك أستاذ مقراني العربي، فيما يقول الجنرال تبيل بالعودة إلى ذلك، إلى طلبك شهادته له، ما نقلت الصحف صحيح أنه عبر جنرال توفيق عن استعداده للشهادة والمحكمة هي التي رفضت حضوره؟ أنا لم أتصل بالجنرال توفيق ولا علم لي بما قال وما عبر عنه، كل ما في القول أن الجنرال حسن طلب استحضاره كشاهد، وأنا كمحامي قدمت الطلب وفقا للقانون للوكيل العسكري، وكان عليه أن يستدعيه لأن الطالب كان وفقا للقانون، ولكن الوكيل العسكري لم يرسل له استدعاء، أما هل كان سيحضر أم لا يحضر لا علم لي بذلك. شكرا جزيلا لك مقران نهاية العربي محامي الجنرال حسان. عدلان زيلاي المحامي والقاضي العسكري السابق، ما رأيك فيما يخص الجنرال حسان وطلبه حضور الجنرال توفيق شاهدا، تم رفض ذلك؟ نعم جمالك، كما تفضل به الأستاذ مقرنعيت العربي، وكما قلت لك أنا يعني في مستهل الحصة هذا أبخسوه حقه، يعني حقه وراه وقع انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجزائر راهي موقع عليه ومسبق عليه، لذلك توجب إحضاره، ولكن كان تعذر إحضاره لسبب ما معنى يعلم على الاقل دفاع هو والمعني بالامر يعلم عليه ما حضرش. وكما تفضل الاستاذ قرانية العربي قبل، يعني هذه الامور انا شاهدها يوميا في القضاء، وليس فقط القضاء العسكري، القضاء العسكري والقضاء المدني في الجناح وفي الجنايات في امام كل الجهات القضائيه، يعني هذا مبدا عالمي والجزائر موقع ومصدق عليه لا يتم احترامه في اغلب الاحيان. يجي المتهم او دفاع يطلب شاهد يقول لك هذا يخضع للسلطه التقديريه تاع رئيس الجلسه، يحب يجيبه له يحب ما يجيبهلوش، ولكن في واقع الحال لزاما عليه، كان لزاما عليه يجيبه له. لذلك انا من هذا المنبر تاع المغاربيه نطالب المشرع الجزائري باه يعني الماده 14 الحق العهد الدولي يدخلها في صلب قانون الإجراءات الجزائية، ويعني تصبح تحت طائلة الوجوب بل تحت طائلة العقوبات للقاضي اللي ما يطبقهاش، ليحرم المتهم
من شهود النفي اللي يطلبهم. طيب ابقى معنا عدلان زينه، ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر علي ذراع المستشار. الاعلامي السيد علي ذراع، قراءتك لهذا الحكم ويعني ان اردت سياسيا واعلاميا كاعلامي، قراءتك تناول الاعلام الجزائري له، هو يعني الواضح انه بعض قطاع في الصحافه الجزائريه يعني مبارى للدفاع عن الجنرال حسن بشكل واضح، فيما مثلا يعني صوته كان خافتا في تعرض للحريات مثلا زملاء صحفيين. يعني انت مثلا في بدايه التسعينات صحيفه الجزائر اليوم تم وقفها في عهد الجنرال نزار الذي يرى انه القضاء الجزائري ارتكب، العسكري ارتكب جريمه فيما يخص الجنرال حسن، فيما في ذلك الوقت لم تكن هناك ادانات من صحف بعينها الان يعني تنتقد وتعتبر سكوندال إدانة والحكم بخمس سنوات على الجنرال حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في واقع الأمر الحكم أعتبره عادي، لأن طبيعة النظام أو طبيعة الطبيعة القانونية للنظام الجزائري هي نفسها من 62 للآن. ليس هناك عدالة مستقلة. الإخوان اللي يتكلموا عن المواد والقانون ولا هذه كلها لضر الرماد في العيون. العدالة الجزائرية تسير من 62 للآن، تسير من طرف الهاتف. بالهاتف حكم على شعباني، وبالهاتف حكم على بورقعة، وبالهاتف اغتيل الأول اللي مضى على قرار استقلال الجزائر، كريم بالقاسم وخيدر وغيره. يعني هناك العدالة الجزائرية لم تكن في يوم من الايام مستقله، وهذا من الناحيه السياسيه اتكلم عنها، ليس من الناحيه مثل ما تفضل السيد نزار اللي كان في وقته ارتكبت جرائم كبرى باسم العداله، هو كان مسؤول عليها. فانا لا 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 ادافع عن شخص، لا ادافع عن هذا او عن هذا، بس اقول لو لم يكن النظام فعلا نظام قانوني، دولة القانون مطبقة على كل الناس والقانون هو السيد ويعلى ولا يعلى عليه، لم يكون ولن يكون شيء. في كل مرة مجموعة النظام هذه لما يكونوا في النظام يطبقوا علينا قانون، ولما يخرجوا من النظام يطبق عليهم القانون. السيد الرئيس الحالي لما كان في النظام كانت هناك تجاوزات كبرى لما كان في السنوات الأولى، ولما خرج حتى الساكن تاعه أخذوه منه ولم يرجع منه الا عن طريق تدخلات كثيره. فالنظام هو نفسه. السيد الاخضر بورقعه لما حكموا عليه 7 سنين ونص وطردوا له ولاده من السكن الذي كان يسكن فيه، خلاهم في الشارع. المجموعات الاخرى التي حكم عليها توقيف المسار الديمقراطي، توقيف كلها كانت بقرارات فرديه، بقرارات غير قرارات العداله. فما يجيوش الان ويقولوا باللي هذا يجربوا العداله وما يجربوا العداله. ها كنت مسؤول عن العداله العسكريه انت. انت كنت مسؤول لما سجن باللوصيف، انت كنت مسؤول على كل الجرائم اللي ارتكبت. السيد نزار مع احترامي ليه ومع احترامي كرئيس عضو في المجلس الاعلى للدوله، ويعني كان المفروض لا يتجرأ ويقول الكلام هذا. العداله فوق الجميع، حتى لو تخطئ العداله ما لازمش نجرموها، ما لازمش نقولوا جريمه ارتكبت من طرف العداله. والاشخاص لما ترتكب يوقع اخطاء فيهم في العداله، من حق الناس ان يدافعوا عليهم بطريقه توقف الجرائد وتوقفوا ناس وتطردوا ناس من الشغل تاعهم إلى غير ذلك. والجرائد هذه اللي تكلم عليها الأخ جمال، الجرائد هذه كلها كانت غايبة كلها على الساحة، بل كانت تدافع على الطرف الثاني، على الطرف الثاني اللي كان يطبق العدالة بجزء آخر. صراع خطير في الجزائر، صراع وجود، صراع يا بقاء الدولة يا تنهار الدولة. ونقول للجماعات المتصارعة الآن، نحن مرينا بالصراعات كبرى وحافظنا على من أجل الجزائر سكتنا، فنقول من فضلكم حاولوا تحافظوا على الجزائر من اجل بناء الجزائر. طيب ولكن حافظوا
هل 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 هذا الصراع يعني هل هذا التصريح تصريح خطير لويزة حنون عندما تقول ان الحكم على الجنرال حسن دعوة الى داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الاخرى وانه خدمة للإرهاب وانه ما رأيك في هذا الكلام؟ هل 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 هذا عنوان لهذا الصراع الذي تحذر منه؟ انا اعتقد انه بداية لهذا الصراع الذي راني اقول لك فيه اخي جمال. بداية هؤلاء الذين استفادوا من الريوع استفادوا من الريع ما يسمى بالإرهاب وبالريع ما يسمى بالعشريات السوداء وبالريع ما يسمى بالعشريات الدموية. الريوع اللي استفادوا منها الآن حابين يحولوها إلى ورطة إلى لخلق جو من الرعب وجو من الخوف داخل المجتمع، وممكن يبعثوا بهذا الخوف هذا والرعب هذا يبعثوا فيه إلى ما لا يحدث عقباه. فأحذر وحذر الجماعة العاقلة في المجتمع أن يقفوا وقفة رجل واحد ويقولوا أوقفوا عنا هذه الصراعات الغير مالية بها المجتمع، صراعات من أجل المال ومن أجل الريوع ومن أجل الاستيلاء على السلطة التي أصبحت تقريبا شاغرة. الصراع في أعلى هرم السلطة الآن واضح وباين للعيان. شكرا جزيلا لك علي ذراع المستشار الإعلامي. صراع عدلان زيناي مثل ما يقول حتى خالد نزار يتحدث عن صراع انه ياتي على خلفيه هذا الحكم على الجنرال حسن، ام انه لويزة عنه تقول انه حتى هجوم دموي او اجرامي ضد الحكم على الجنرال حسن ضد المؤسسه العسكريه. في المقابل طبعا يعني ما كان ليكون لهذا القرار بدون دعم المؤسسة العسكرية والسلطة التي أصدرت القرار محكمة عسكرية، ليس كذلك. لا تناقض لويزة حنون هنا وتتحدث عن باسم جهة باسم الجنرال توفيق ربما والجهة المحسوبة على الجنرال توفيق على المخابرات، في مقابل يعني أنت تعرف كنت في المؤسسة العسكرية الحساسيات حتى بين المخابرات وبين المؤسسة العسكرية وبين الجيش. نعم جمال، هو أود أن أقول الشعب الجزائري ساذج لكنه ليس غبي. رانا على علم بوش قاعد يجري. وفيما يخص لويزة حنون يعني شبعتنا كل هذه الأشهر الماضية بالبناء للمجهول، يعني قاعدة توجه وتسوق في اتهامات وفي يعني حقائق بالنسبة لها كل شيء بناء للمجهول. يا سيدي تسمي الأشياء بمسمياتها، يا راهي نائبة برلمانية عندها الحصانة البرلمانية ورئيس حزب عندها الحق في تنظيم جدول صحفية في الأماكن العمومية، ما يجيوش يعني للقوى العمومية تمنعها من ذلك. تقول للشعب الجزائري من قالت لك السلطة الموازية تسميها باسمها سميها باسمها. يعني كي كان قبل العهد الرابعة قالت لك يعني كل شيء مليح وشي هذا مليح وسيد رئيس الجمهورية قادر ومقتدر، سنة من بعد تنقلب على نفسها 180 درجة ويعني تصبحت قالت لك السيد الرئيس ماهوش قادر وعاجز وكان جماعة تتصرف باسمه. وفيما يخص قضية الجنرال حسن يعني جيد نود نذكرها بشيء، هل سمعت جمال السيدة لويزة حنون يوم انها ساندت ما نقولش يعني قالت ما تشرج معنويين فقط الحقوقيين ولا النشطاء ولا البطالين الذين احيلوا للعدالة، ولكن ألم تكن ألم يكن لها في بداية التسعينات موقف آخر؟ مقرانية العربي مثلا قال أنه تصريحي موثق، أنا قلت بأنه محاكمة علي عبد الحاج وعباسي مدني وحكم عليهم محكمة عسكرية غير قانوني. هي كانت تتقاطع بطريقة ما يعني حتى التقت في سانت إيجيديو وكان لها موقف آخر، الآن تقول كلام آخر يعني. نعم بالضبط، يعني في التسعينيات نذكر ممكن الناس شبان ما يعرفوش لويزة حنون راهي يعني كانت من الناس تاع تقمصت على مظاهرية حتى تعمل يقتلوا منه وما عاد وتتهم في ضباط من المحكمة تاع المؤسسة العسكرية بتهم ثقيلة وخطيرة تنقلب 180 درجة. اليوم ولات هي ما تقر سميتها ضباط المخابرات، يعني بتوجد ضباط الجيش ضباط دائرة الاستعلام والأمن المحالين على التقاعد.
المحالين عن التقاعد في العامين الاخرين له اصبحت هي لسان حالهم. طيب الان سؤال اخير، سؤال اخير يعني في اعتقاد كل يعني للسياسيين ما نقدرش نقول طيب اكثر. سؤال اخير، ما هي الدروس المستخلصه في النهايه يعني مثل ما اتضح يعني الجنرال حسان كان في يعني من ارباب الجزائر بين قوسين يعني الان تغيرت الامور، الم يكن بالافضل للجميع لكل جزائري ان يكون عداله يعني عادله فعلا سلطه يعني حقيقيه عداله حقيقيه للجميع بحكم سواسيه، واذا تغيرت الامور وانقلبت الامور في النهايه ستخدم الجميع مثلما يعني نماذج كثيره يعني جنرال حسان كان ما كان الان يحكم عليه بهذه الطريقه. نعم جمال، شوف كما قلت جنرال حسين كان مكان، هو جنرال مدين كان مكان، يعني احنا ماش راح نرجعوا ندير المحاكمة تاعهم الآن. المواطن الجزائري عندما يرى محاكمات عادلة شفافة تكون مصداقية في دولته في مؤسساته، والناس وعائلات المتهمين يشعروا أنهم أبنائهم ولا أزواجهم حكموا ما يتعرضوش للانتقام، لانه المسافه بين العداله المحاكمه والانتقام راهي ما كانش خلاص كل شيء، الجلسه ماهيش علنيه، ما كانش تصريح يضبط الامور، قال هذا جرى من اول يوم، كان من اول يوم تصريح من المؤسسات المخولة قال هاي القضيه هذه في حدود سريه التحقيق، اما الان صارت المحاكمه يبدو لي ما نهمش الجزائري يشعر ان هناك انتقام تاع الفائز، هذا شعور يعني يحس في نفس المجرم الجزائري، اي بشر يحس في نفسه شعور انتقام، هذا واش نقدر نقول لك. شكرا جزيلا لك عدلان زناي القاضي العسكري السابق والمحامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. الى هنا ناتي الى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.